وحده. خير لك اخي، شو قصتك سري مري اليوم؟ كشف كل شيء. شو اللي كشف؟ صفوان ابن عمك. شو ابو صفوان؟ كتابه على اختك باطل. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، وهذا المكتوب بيثبت هالشيء. لك شو هاد المكتوب؟ هذا المكتوب بعته وضاح من 6 سنين، واللي جابه سلمه لصفوان. لك اخي هات ابن الاخر. أم هالكلب الواطي صفوان بعد ما دري إنه وضاع عايش كتب كتابه على أختك رويدة. يعني زواج أختك رويدة حرام؟ إيه نعم، هيك الشيخ نسير قال. يعني زنا؟ مثل ما عم أقلك، بس الحمد لله اللي ما تجوزها عن حقها. لك أخي، لك أنا قديش نصحتك وحذرتك منه بس أنت ما كنت تسمعني. يا باطل، لك شو وينك مني يا كلب؟ شو صار عند هون؟ رشدي! وينك يا باطي؟ لك واحد الله لك مش بعد عبده! لك الله ما يوفقك رح تتبحهم يا أخي! ما هتشوفي! لك يا حمي! روح روح رشدي! هوايا شو صوصك عمك! روح! يا ربي دخيلك لا ترشينا شي بنكرهه، يا رب لا ترشينا شي بنكرهه. خير وعدناه. شو في؟ وينو رئيس الكركون؟ والله رئيس الكركون نايم ما بقدر فيقه. ايه سيدي انا فيقه. خير شو في؟ بدهم يذبحوني. ولك بدهم يذبحوني. لك مين بده يذبحها؟ اولاد عمي. لك انا بس بدي افهم شو فوتوا لعندي عم قلتوا؟ شو فوتوا؟ في غير لك ابني، في غير اهله بوص اخته هي اللي فوتته. أنا ما دخلني. روح اسألي ابنك وهو بيقول لك مين فوت صفوان لهون وشلون. ما دخيلك يا أمي. الله يبتقم منه يا أبو، الله بيبتقم منه. ربك كبير، أخوك هلأ قوصه. وإلهي يا رب، إلهي يا رب تكون آخرتك على يده لابني يا رب يا صفوان. والله إذا بيكون صاير شي على أخي صفوان لحتى أذبحكم وأشرب من دمكم. لك الله يا صفوان معكم كلياتكم. ولك وليه؟ انت ما رح تزوقي على حالك؟ انا بفرجك اياها بنت الكلب. انا بنت الكلب يا شرنه يا صادومه. لوين رايحه؟ رايحه وجهي مثل الشرنه. شو هاد؟ شايف يا عبد؟ شايف اخوك كيف ضربني؟ انا بالبيت كلياته اللي بيكرهوني. لا يا ابو عجاج، انا بعرفك رجال قبضاي ومعدل. والرجال لما بيضرب ضرب مزبوط. وفيا انت الابره بتطلعي بتضب اغراضك وبتروحي على بيت اهلك. انت طالق. يلا اسمعوا كلياتكم، ما بدي حدا يجيب سيرة انه هالكلب الواطي كان بأوضة رويدة. عم تسمعوا شو عم قلكن؟ صفوان كان شايل ودع اخته ويسافر. واللي بدي يسمع عم تجيب هالسيرة قسما عظما لأذبح بالشبرية. يا حيف عليك يا اب محجوب، عم تبكي؟ وحد الله اخي، وحد الله. أنا ابن محجوب لنويلاتي، صير مضحكي لصفوان وعيلته. مش الحال أخي، مش الحال. الحمد لله اللي عرضنا ضل محفوظ. لك آخ يا أخي آخ. سلامتك أخي سلامتك. لسه في شغلات كثيرة بدي أحكي لك إياها عن صفوان وفيها. احكيلي أخي احكيلي كمان. بسيطة، هلا ببعتوا بجيب اولاد عمك وبرفعهم فلقة على كيفك وبخليهم يمضوا تعهد ما يتعرضوا لك ابنهم. لا عمي لا، انا ما بدي اعملهم مثل ما عملتهم الي، يعني بيضلوا اولاد عمي. لك شو بتحب نساوي؟ بدي اياك تبعت معي جوز عساكر على العمارة. وليش على العمارة؟ بدي روح نام بالاوتيل. نام عنا هون. لا خليني اطلع منهم بالليل استرلي. وتانية لازم من بكره الصبح روح شوف من كل بيت جناب الكومندان. ليش صفوان افندي؟ نحن قصرنا معك بشيء؟ لا ما قصرتوا معي، بس في معلومات ضروريه لازم اوصلهم لجنابه شخصي. اللي شو هن؟ وانا بوصلهم. لا سيدي معلش، هدول اترك لي اياهم انا بوصلهم. ايه مثل ما بدك. يا زياد اجل لي اياه. هلا لزياد اجل لي اياه. لامتى؟ بدها تخف الحركه شوي، ما بدي حدا يشوفني وانا عم بطلع من الحاره.
قال هو بيوصلنا. والله عال بده يبيت وش على حسابي الفهيم. طلقني طلقني يا ابو طلقني. إلهي إلهي يقصف عمره، إلهي تبلع عيونه بالعمى. يا مو مشان الله لا تدعي عليه، مشان الله أنا الحق علي. لا أدعي عليه، ولك نحنا بيت ويلاتي هيك يعملوا فينا، يخلوا الناس تشمت فينا وتجيب معدلنا. ولك أنا أبي الله يرحمه كان يهز الحارة هز، والله يهز الحارة هز، عدنان ويلاتي يتمقطع فيني. يا مو أنت أبوكي كان دومري مو هيك؟ لك انت خرسي، انت شو دخلك؟ لك خرسي. لا تبكي يا مو، لا على بالك، بكره بيرجع مثل الحمار ببوس رجلي لحتى يرجعك. ما بظن يا مو ما بظن، هاي المره غير. الله لا يوفقهم، يا ما خلوني اظلم اختي ولا هالكلب صفوان بده يتجوز اختي بالحرام بالحرام العمى. وصلتها؟ هي وصلتها. روح أخي روح، بشر أختك إنه رح ترجع على بيت جوزها. لا أخي لا، روح أنت، أنت الكبير رح تلاقيها حلوة منك بعد كل اللي صار. لك أخي والله ماني عارفان شو بدي لك، خجلان حطيني بعينها. لا أخي لا، قوم روح، رويدة حنونة وقلبها طيب. هلأ أخوكي كشف صفوان على حقيقته وطلق وفيها، أكيد رح بيوقف جنبك ورح يخلي صفوان غصب عنه يطلق. يا مو عبدو بده يوقف معي. لك يا مو والله أخوكي عبدو منيح، والله منيح، بس هالمقوصة مرته هي وأهلها هنن اللي كانوا عاميين على قلبه، الله يصطفل فيهم. لك أمي عبدو أساني كتير، بكرة بيرجع على وفيها وبيتصالح هو وصفوان، بس ما بقدر أقول غير الله يسامحه. فوت يا عمو فوت. هي بعت لي حمى عم تبكي. يبلالي بقتلي عم تبكي. لك يا ريتني متت قبل ما اشوف دمعتك على خدك. خلاص يا اخي خلاص، والله اللي بدك اياه بيصير. من هون ورايح اختي، بدك اياه انت بيصير. المهم عندي انه انت تسامحيني. سامحتك اخي سامحتك. لك الله يرضى عليكم ولا يفرق بيناتكم. شلونك تمريني؟ الحمد لله. اهلين مساء الخير عمتي. اهلين عمتي، شبكم بالكم على بعضكم؟ لا ما في شيء عمتي، بس عبده طلقها لوفيقة. طلق وفيقة؟ وين امك؟ جوا بالاوضه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين ام لطفي. يتقبرني الله يحببكم ببعضكم الهي يا رب. امين يا رب. اختي من هلا بتضبي اغراضك مشان ترجعي على بيت جوزك. جوزي؟ ايه اختي ايه، جوزك وابن عمتك ابن نمر. يا مو شلون بدها تروح لبيت وضاح ولسه جوزها صفوان ما طلقها؟ يا مو كتاب صفوان على رويدة كان باطل. ايه تقبريني باطل، الجواز باطل، وهي انا وعمك ابو لطفي هيك ناطرني برا جاي ناخذك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين خال. خير خير شو بك؟ اخ يا خالي اخ. اخ يا خالي اخ يا خالي اخ. هذا هو مثل ما فهمتك، ها ما بجيب سيره لحدا ينزل هون على راسي ابو عدنان. ايه والله ما اكون. صفوان ليش؟ وينه صفوان؟
عود خالي عود. هرب الواطي عود. هرب؟ ايه. ايش وين كان هو؟ اخ بن صفوان وعمايله يا خالي. يلا جاي جاي. اهلا وسهلا فيكي. الله يحفظك. امشي خال امشي معي على الاوضه وحقك علي. ايه سيدي حنقلكم السلام عليكم. لوين عمي ابو لطفي؟ عدون ضيفكم شيء؟ لك لاحق ابو نمر ضيفنا في الحق اوصل خالتك على البيت وارجع على الجامع قبل ما يقيموا الصلاه. ايه يلا ولا كمان رح يصلي معك بالجامع. لشو روحتك تقبرني؟ الله يوفقك صلي هون. اي والله خالي عود صلي هون. الله يخليكم. لا لا بدي روح بدي روح على الجامع. خلص روحوا على راحته. يا رب يلا يا هيك خاطرك. الله معكم. يلا السلام عليكم. يلا حاضركم. هو السلام عليكم. تمام الحمد لله. يا الله.